زار وكيل محافظة ريما الشيخ عبد الكريم محفل ومعه عدد من قيادات السلطة المحلية والمقاومة الشعبية بالمحافظة، زاروا المرابطين من أبطال اللواء 81 مشاة في جبهة رغوان. وفي الزيارة هنأ الشيخ عبد الكريم محفل الضباط والصف والجنود بمناسبة عيد الفطر المبارك، مترحما على شهداء اللواء وفي مقدمتهم اللواء محمد علي الجرادي مؤسس اللواء 81. وقال محفل: نعيش اليوم فرحتين، فرحة عيد الفطر المبارك إلى جانبكم في مواقع الشرف والبطولة، وفرحة خروج الأبطال من سجون الميليشيا الحوثية. من جانبه رحب العميد الركن محمد القطوي قائد اللواء 81 مشاة بوكيل محافظة ريما وقيادات المقاومة الشعبية، مؤكدا مواصلة النضال والدفاع عن الجمهورية حتى استعادة مؤسسات الدولة واستئصال شرذمة الحوثية. أولا عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. وفي البداية نترحم على أرواح الشهداء عامة وعلى الشهيد القائد محمد الجرادي مؤسس هذا اللواء، ونعيش اليوم فرحتان، فرحة عيد الفطر المبارك والتي جئنا نعايد بها هؤلاء الرجال المرابطون في هذه في مواقع البطولة والشرف، الذين لهم صولات وجولات في النضال الوطني. وفرحة خروج الأسرى أيضا الذين أسعدونا بخروجهم بعد سنوات من النضال والكفاح والتحدي مع الميليشيا الحوثية. نعيش اليوم مع هؤلاء الهامات، هؤلاء الرجال الذين ينشدون الحرية والذين ينشدون السلام وفق المرجعيات الثلاث. قطاع اللواء 81 مشاة، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية الممثلة برئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة، وإلى رئيس الوزراء معين عبد الملك، وإلى القيادة العسكرية الممثلة بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية السابعة بهذا العيد المبارك. عيد مبارك، كل عام وأنتم والشعب اليمني بألف خير. كمان نرحب بقيادة السلطة المحلية لمحافظة ريمة ممثلة بوكيل المحافظة الأخ الأستاذ عبد الكريم محفل، وقيادة المقاومة الشعبية المساندة للجيش الوطني، ولكافة المهتمين بجبهات الشرف، شهود الحرية والعدالة والمساواة واستعادة الوطن. ونحن هنا في اللواء 81، هذا اللواء الذي قدم الكثير من التضحيات وما زال يضحي ويقدم ومستمرون، وفي هذه في أرض الرباط والمعركة. نرحب بالأخ وكيل محافظة ريمة الشيخ عبد الكريم صالح محفل، وأيضا نهنئ في نفس الوقت القيادة السياسية وقيادة وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. من هنا نؤكد أننا سنظل مرابطين في مواقع الشرف والبطولة مهما كانت التضحيات ومهما كانت الصعوبات حتى النصر أو الشهادة. نقول لهم صمودهم ثباتهم هذا هو الأساس، ونحن داعمين لهم ومساندين لهم الغالي والنفيس. سندعمهم بالمقاتلين، سندعمهم بالدعم المادي بكل أنواع الدعم وكل ما يحتاجون.